الأزهري أشعري العقيدة، مذهبي الفقه، صوفي التوجه، يريد أن يكون على ما كان عليه حال النبي صلى الله عليه وسلم، على منهاج النبوة، يحمل هذا العلم، لا يريد منكم جزاء ولا شكورا، يحمله لوجه الله بالذكر وبالفكر وبحب سيدنا صلى الله عليه وسلم، يحمله ويبلغه لمن خلفه، يحمله حبا في سيدنا ومن قبله ومن بعده في رب العالمين، يحمله وقلبه ينفطر على الناس كلهم، هو يريد أن يكون هداية للناس، رحمة للناس، وألا يكون بهذه الغباوة والقسوة وتشويه الصورة والجهل، كل هذا هو الأزهري.